اللي صار كالآتي. رحت الصباح أفتح الباب لريما. فكشة قرر إنه حاب يطلع برا البيت. أنا من غبائي عشان تستس ما تطلع رحت سكرت الباب على حالي. للي بتسألوا ليش ما بس فتحت الباب؟ سيفتي، فسيفتي ما بفتح من برا، لازم مفتاح. فبالآخر صفينا أنا وفكشة وريما برا البيت. ما انت عم تقولي لي اطلع جوا يا وحده كمان. جماعه اي حدا مضيع حصان اوكي بمزح. بسم الله مو تعد شوي. بتعرفي